محمود حلمي طه سنين كما طلب من هيئه المحكمه الموقره. ثانيه واحده يا استاذ، ثانيه فيك، ثانيه واحده، ثانيه واحده بالراحه. ماشي كما طلب. ماله علاء؟ اسمعوش، قول لي عليه. فين جنب ابوك؟ فصل الاسم خلاص. اتفضل. كما طلب من هيئه المحكمه الموقره عن استمرار في نظر الدعوه ما عملوش تان دليل الله. عملوش تان دليل اسر الشهداء. عملوا حاجه حلوه. عملوا الاعوان مبارك. عملوا الاعوان مبارك. عامل لهم خيم. الاعوان مبارك. وسابونا احنا في الشمس. احنا صابرين بس المهم يتشنق. احنا صابرين. المستشفى هنا بره ما رضوش يدخلونا. يعني الخيمه دي معموله لمين؟ للمؤيدين قاعدين ضربونا هناك. رحنا بنحسبها عاملين لهم على حضر ابونا وعلى كلامك في الصور بتاعت الشهداء. الكلاب اللي بياخدوا فلوس. الرئيس المخروع السابق كمتهم اول في جنايه 1227 جنايات اصيل نيل لسنه 2011.